دي تقريبا اول مرة هنا على القناة هتكلم فيها عن الافلام المصرية القديمة شوية اللي انا من قريب بدأت اشوفها. بصراحة بدأت اشوف افلام عشوائية، المشترك بينهم انهم نزلوا قبل سنة 2000 تقريبا، فقبل ما تولد. انا مواليد 2002، فمحشور كده ما بين الجيل الجديد والجيل اللي حضر الافلام دي، وعشان كده اخترت افلام غالبا هتعجب اي حد موجود هنا على القناة. ولو ما تعرفش اي حاجة عن تاريخ السينما المصرية فبدايتك هتكون في الفيديو ده. افلام عدى عليها 40 سنة، انت متخيل؟ لما شفتهم ما تخيلتش الفيلم يقدر يوصفني ويعبر عن حاجات كتير لسه موجودة لحد دلوقتي، وده بالنسبة لي هو ختم العبقرية في افلام موجودة في السينما المصرية. معنا 7 افلام انصحكم طبعا تتفرجوا عليها، بس قبل ما نبدأ ياريت ان انت تعمل لايك للفيديو، خلينا نوصله 2000 او 3000 لايك. ولو دي اول مرة تشوفني ممكن تشترك في القناة، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه. اتمنى بقى القناة توصل السنة دي 200,000 سبسكرايبر، باقي 5 شهور فان شاء الله نلحق. ونبدأ بالفيلم رقم 7. قصة فشل الفيلم ده غريبة وممتعة زي قصة الفيلم. في 1983 محمد خان قرر ياخد مغامرة مع عادل امام، تجربة يبعدوا فيها عن افلام عادل امام اللي اتعودنا عليها، الافلام الكوميدية اللي بتنجح في شباك التذاكر، وكان من اوائل الافلام اللي انتجتها شركة افلام الصحبة اللي اسسها بشير الديك ومحمد خان وعاطف الطيب، عشان ينتجوا افلام فعلا بتعبر عن اللي بيتفرج يقدر يفهمها، ومش شرط تكون افلام تجارية تحقق فلوس كتير. بس الفيلم فشل مش طبيعي في السينما، وكان تعاون اتوصف من النقاد بانه حكم اعدام بين محمد خان وعادل امام. بس الغريب بقى صديقي ان في 2024 انت هتشوف مشاهد من فيلم الحريف على تيك توك وانستجرام وفي كل المنصات، واغلب اللي بيتكلموا عن الفيلم ده دلوقتي من جيل الالفينات. فيلم فشل من 40 سنة، ولو اتفرجت عليه دلوقتي هتقول ازاي الفيلم ده فهمني ومفهمني كل حاجة كده. الفيلم بيحكي عن فارس اللي بيشتغل في مصنع احذية، بيعيش على سطح عمارة بعد ما انفصل هو وزوجته بسبب انه بيضربها. بس فارس بيحب يلعب كرة شراب، مع انه زمان كان بيلعب في نادي كبير وبسبب مشكلة مشوه من النادي، وعشان كده فارس بيلعب في الشارع مقابل رهانات، الناس بتراهن عليه ان هو هيكسب وفعلا بيكسب الرهان. بنشوف رحلة فارس ما بين تقبله ان حلمه ضاع من زمان وسعيه في انه يوصل للحياة اللي نفسه فيها، يصلح كل اللي عمله وندم عليه مع زوجته، او انه يقبل فرصة شغل ممكن تكون مشبوه. فيلم الحريف مفهوش الحبكة او البلوت تويست اللي انت مستنيها، الفيلم هو فيلم شخصية بتعيش معاه طول الطريق، بتتأثر برحلته وبتفهم قراراته اللي فيه منها صح وغلط زي اي انسان عادي. الفيلم لحد دلوقتي انا بقولك لازم تشوفه لانه بيحكي حكاية موجودة وثابتة لكل الازمنة. فارس اللي دايما حاسس ان هو يستحق حياة افضل مع انه مش بيسعى عشان يوصل لده، وبالمناسبة دي قصة حقيقية واسم بطلها الحقيقي هو سعيد الحافي، ودي حاجة خلتني احب الفيلم اكتر. فيلم الحريف دلوقتي هو انسب وقت تشوفه فيه، لان احنا في زمن كل حاجة بتقدر تشوفها، بتشوف ناس بتحقق احلامك انت، بتشوف اهدافك موجودة وفي ناس وصلت لها قبلك، العالم مفتوح وكلنا عندنا شعور اننا نستحق حياة افضل من كده. وفيلم الحريف المفروض ما كانش ينزل في الثمانينات، كان لازم نشوفه دلوقتي. ناس كتير ما فهمتش القصة وقتها لان كان تفكيرهم محدود في العالم الصغير اللي كانوا عايشين فيه راضيين بحياتهم. بس دلوقتي ما بقاش فيه مفهوم الرضا زي زمان، يعني عارف ليه؟ لانك شايف كل الحاجات اللي نفسك فيها بعينك، زمان ما كانش حد يعرف ان هي موجودة اصلا. فيلم الحريف من افضل الافلام اللي شفتها من ناحية معالجة القصة، وكادرات ما تقلش خالص عن اي فيلم اجنبي ممكن تقول عليه عبقري، ده غير طبعا الموسيقى التصويرية العظيمة اللي بتشتغل في مشاهد لفرقة المصريين. فنروح للفيلم اللي بعده رقم 6. من اغرب الافلام اللي نزلت في السينما في 1979 البوستر كوميدي، بس الناس لما دخلت الفيلم اتفاجئت شويه. سوداويه القصه والجديه بتاعته واحد من الافلام الجريئه اللي مستحيل يتعمل زيها تاني دلوقتي. فيلم احنا بتوع الاتوبيس من بطوله عادل امام وعبد المنعم مدبولي، بنشوف قصه مستوحاه من الواقع بتحكي عن واحده من اسوأ الفترات في تاريخ مصر، من ظلم واعتقالات وتعذيب جوه السجون. ابطال الفيلم معانا بيتقابلوا بالصدفه في اتوبيس، بسبب انهم بيتكلموا في السياسه بتحصل مشكله جوه الاتوبيس بتنتهي بانهم موجودين في القسم. الفيلم بيحكي لك كده يعني حاجة بسيطة عن حقوق الإنسان اللي ما كانتش موجودة في الفترة دي. ولو هلخص لك فكرة الفيلم كله في 3 حاجات هما التعذيب، الاختفاء القسري، الاعتراف بالإكراه. وبصراحة كده أنا مش مرتاح ومش عايز أخش في تفاصيل الفيلم قوي، فيعني أتمنى إن كل حاجة واصلة لكم، الواحد عايز يعيش. المهم نروح للفيلم رقم 5، وأكيد أنت صادفت منه مشهد أو 2 على تيك توك أو انستجرام، وغالبا هو شدك بس أنت كسلت تروح تشوف الفيلم. أحمد زكي في فيلم البيضة والحجر بيتحدث
تتحدى كل الأساطير الوهمية اللي الأجيال اللي قبلنا ابتدعوها وتسلمت من جيل للتاني، عشان في الآخر نشوف الناتج تشوه فكري وبعيد عن المنطق والعقل. فيلم إنتاج 1990 ومن إخراج علي عبد الخالق، بيحكي عن مدرس للفلسفة بيحب يتكلم عن تخصصه، بيحاول يأثر على طلابه ويتكلم معهم بأسلوب منطقي، بيحاول يواجه التشوه الفكري اللي موجود عندهم بسبب البيئة والمجتمع اللي عايشين فيه. في واحدة من العمارات في أوضة على السطح السكان رافضين يفتحوها بسبب إن بقالها سنين بيسمعوا منها أصوات غريبة وشايفين إن في روح شريرة أو عمل مؤذي موجود جواها، وده لأن كان في دجال ساكن فيها قبل كده، الراجل اللي كان معروف إنه بيخدم الناس في تحقيق رغباتهم وإزاي محدش عارف. وبنشوف صاحب العمارة بيحاول إن هو يأجر الأوضة دي، بس لازم يلاقي راجل مثقف ما يكونش مؤمن بالخرافات والدجل والشعوذة، ثلاثة نفس المعنى تقريبا. وهنا مدرس الفلسفة، وطبعا أنت عارف شخص مثقف لقى ناس جهلة، فقرر يستغل الموضوع وبيبدأ طريقه عشان يتحول لأسطورة في الدجل، بس هو في الحقيقة ما يعرفش عنه حاجة. الفيلم ده أيقوني لأن لحد النهاردة في خرافات كتير لسه موجودة والناس بتعلق بيها، وفيلم البيضة والحجر يمكن هو أفضل فيلم اتكلم عن الدجل في السينما المصرية. نروح للفيلم رقم 4، هو فيلم سياسي كوميدي نزل سنة 1992، بيحكي عن مشكلة في المجتمع والحكومة موجودة من 25 سنة لحد دلوقتي لسه بنعاني من نفس المشاكل. فيلم الإرهاب والكباب لعادل إمام من إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد، نقدر نقول إن الفيلم ده عايش لحد دلوقتي، واحد من أفضل الأفلام المصرية اللي هتشوفها، من أول الفكرة لحد المعالجة والمشاهد البسيطة اللي بتعبر عن الشعب وفئات المجتمع المختلفين قوي عن بعض. الفيلم عبارة عن غطاء بالقصة اللي شفناها، وهو إن موظف كان رايح ينقل ولاده لمدرسة تانية فاضطر يتعامل مع موظفين الحكومة اللي لحد دلوقتي والله نفس الأنواع موجودين بنفس الردود الغبية والمستفزة، بس أفكار الفيلم أعمق من كده. شخصيات الفيلم ده بتلخص لك أغلب شخصيات المجتمع، اللي بيستخدم الدين لمصالحه الشخصية، اللي بيحاول الانتقام من الحكومة، الشاب اللي ما كانش يتخيل إنه ممكن يكره بلده بس بسبب اللي شافه فهو بيدور على أي مهرب حتى لو كان في الآخر مش مقتنع بيه. فيلم الإرهاب والكباب لازم يتشاف أكتر من مرة، ولو في قائمة لأفضل 10 أفلام مصرية فلازم يكون منه. فقبل ما نروح بقى للفيلم رقم 3، ممكن تعمل لايك للفيديو كده على السريع، لو مش مشترك في القناة ممكن تشترك في القناة، تدوس على الكرسي الصغير جنبه، تعمل كل الحاجات الجميلة دي ويلا بينا. ما ينفعش نكون بنتكلم عن أفلام مصرية وننسى الفيلم الأكثر شهرة تقريبا، ناس كتير بتوصفه إن هو الأفضل في تاريخ السينما المصرية، فيلم توقع المستقبل بعد 40 سنة، أنت متخيل؟ فيلم الكيف صنع لنا شخصيات من العدم، شخصيات موجودة حوالينا لحد دلوقتي، المعنى الخام للأصالة والهوية المصرية في السينما. مستحيل في كل الأفلام اللي شفتها بكل اللغات ألاقي فيلم يقدر يتكلم عن الموضوع ده بنفس الشكل المصري الأصيل ده، ومهما عدى وقت عليه مصطلحات الفيلم وشخصياته هتقدر تفهمها، وكمان هتتصدم إزاي الفيلم ده كان سابق زمنه. العلم في مواجهة الهلس، ودايما الهلس بيجذب الأغلبية. وهنا نرجع لفيلم البيضة والحجر والمشهد الأيقوني اللي كلمتكم عنه. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله زي الساس يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. زمان والله السينما المصريه دي كانت عبقريه، تحس كده ان كل الافلام كانوا بيكملوا بعض. المهم نروح للفيلم رقم 2، فيلم كالعاده مستحيل تشوفه دلوقتي بسبب افكاره الجريئه وقتها، ولو اتعرض دلوقتي على الرقابه مليون مره فهو مستحيل ينزل. زوجة رجل مهم، احمد زكي ابدع في شخصيه هشام اللي بيبدا حياته ضابط، ومن هو صغير كان مهووس بالسلطه بيبحث عن زوجته، وهنا بنشوف تناقض بينه وبين منى اللي هي ميرفت امين، طالبه جامعيه بتحب صوت عبد الحليم وهو راجل بيستخدم سلطته في شغله وبره شغله، ممكن يهين اي حد لمجرد انه يقدر يعمل كده. تبدا القصه لما هشام بيحاول يتعرف على منى اللي ما تعرفوش وبيكلمها بيطلب يتجوزها وهما لسه ما يعرفوش بعض، وبتشوف البدايه والنهايه لاي شخص بيستخدم سلطته، ولو خسر كل ده وتحول لمواطن عادي هل هيقدر يعيش؟ لانه اتعود على شعور الاستحقاق لمجرد انه عنده سلطه او اقوى من غيره. فيلم مهم لان لحد دلوقتي لسه بنشوف ناس بتستخدم سلطتهم وبتأذي غيرهم، واظن في احداث كتير حصلت الفترة الاخيرة يعني بتأكد الكلام ده، وفي الاخر محدش بياخد عقاب، الموضوع بيتنسي. نروح للفيلم الاخير معانا، وبفكركوا ان الفيديو ده كان من غير ترتيب، بس لو انت شفتهم كلهم فممكن تقولي بقى الافضل بالنسبة لك تحت في الكومنت. من افضل الامثلة اللي بتجسد الواقع السياسي في مصر فيلم ضد الحكومة، عنوان واضح وصريح، بنشوف احمد زكي بدور محامي فاسد بيستخدم ثغرات القانون عشان يكسب قضاياه، وهنا بنشوف مجموعة من المحامين
المصريين بيحاولوا ان هم يستغلوا الوضع، بيرفعوا قضية عشان يكسبوا تعويضات لأهالي الضحايا. بس المفاجأة لما بنعرف ان واحد من المصابين في الحادثة دي هو ابن المحامي الفاسد اللي بيقرر يتحدى الحكومة ويرفع قضية عليهم وعلى كل المسؤولين الفاسدين في الدولة. وطبعا ده ما بيكونش سهل لان الكل بيكون ضده حتى زمايله. المخرج عاطف الطيب بيقدم افكار جريئة في الفيلم بإثارة وتشويق في القصة وبأداء عبقري. سيد الرئيس، انا ومع المستقبل كله نلوذ بكم ونلجأ اليكم فأغيثونا أغيثونا أغيثونا والله الموفق. وواحد من افضل الاداءات اللي شفتها في تاريخ السينما، واكيد هيكون في قائمتي الافضل الافلام في تاريخ السينما المصريه. المهم عرفوني انتوا رايكم، لو في فيلم حابب ترشحوا لي فقول لي تحت في كومنت. شكرا لانك اتفرجت عليا لحد هنا، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تطلعش بقى قبل ما تعمل لايك، تشترك في القناه، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه وبس كده يعني. شكرا لانك اتفرجت على الفيديو لحد هنا. انا علاء اسماعيل، موجود على انستغرام، بنزل هناك ترشيحات افلام ومسلسلات، فلو مهتم ممكن تعمل لي فولو. طبعا انا دلوقتي تعبت، فايه، اتمنى تكونوا بخير، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.